تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق اعتماد 13 سفيرا جديدا، حيث أكد حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات الثنائية. وشدد الرئيس السيسي على ضرورة استمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. تسلم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق اعتماد 13 سفيرا جديدا. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بالسادة السفراء الجدد بالقاهرة، وقد عبر سيادته للسادة السفراء عن تمنياته لهم بالتوفيق في مهامهم. سعادة سفير جمهورية تشيلي، سعادة سفير نيبال، سعادة سفيرة جمهورية إستونيا، سعادة سفير أوكرانيا، سعادة سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، سعادة سفيرة جمهورية ملاوي، سعادة سفير مملكة كمبوديا، سعادة سفيرة جمهورية قبرص، سعادة سفير الجمهورية التشيكية، سعادة سفير دولة الكويت، سعادة سفير جمهورية سلوفينيا، سعادة سفير كومنولث أستراليا، سعادة سفير مملكة إسبانيا،